حيث استهدفت غارات نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية مع فرنسا وبريطانيا مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية في دمشق ومحيطها، في وقت تردد دوي انفجارات ضخمة في العاصمة السورية دمشق. وتزامن تنفيذ هذه الضربات مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض عن عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا جارية في سوريا، ووعد أن تأخذ العملية الوقت الذي يلزم، منددا بالهجمات الكيماوية التي شنها النظام السوري على مدينة دوما قبل أسبوع. وللمزيد من إلقاء الضوء أكثر على هذه الهجمات الأمريكية البريطانية الفرنسية، انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية. دكتور سعد أهلا وسهلا بك يا فندم. صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. صباح النور يا فندم. تابعت إزاي هذه الهجمات الأمريكية البريطانية الفرنسية على دمشق؟ للأسف احنا بقالنا كم يوم تقريبا منتظرين هذه الضربة، لأن في إصرار الحقيقة أمريكي فرنسي بريطاني على التحرش بسوريا، لأن الحقيقة لم يثبت للآن أن هناك ما تدعيه القوى الغربية من استخدام كيماوي أو كلور أو أيا كان يعني. وللأسف بالأمس رسالت مجموعة من الخبراء أو أرسل مجموعة من الخبراء لم يصل الآن حتى إلى موقع المستهدف. ففي رأيي ان ده مسألة الحقيقة بتغطي على الفشل الغربي في ادارة الصراع في سوريا، وخاصة ان القوى المقاومة او محور المقاومة حسب التعبير المستعمل اللي هي تركيا ايران روسيا سوريا، حققت الحقيقة عملية تطهير للارض خلال الفترة اللي فاتت بعد النجاحات السياسية اللي سبقت في او في الحلول السياسية، واحنا شايفين تقريبا كل من العناصر المتطرفه طبعا داعش والنصره على 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 المتطرفه، لكن هناك مفاوضات عملتها الحقيقه المحور المقاومه داخل بعض المناطق، وبالفعل تم تطهير اجزاء منها بدون الدخول في صراعات عسكريه. هذا الكلام لا يروق طبعا للغرب، الغرب هناك كما نعلم اهداف استراتيجيه ابعد بكثير من المعلن، لان طب ما كان في مناطق اخرى خلال الشهور الماضيه مش السنوات في عمليه اباده لبشر، ومع هذا لم يتحرك الغرب. هناك كما نعلم اهداف استراتيجيه اقتصاديه بالتاكيد في هذه المنطقه. طيب قبل الاهداف الاستراتيجيه الاقتصاديه في هذه المنطقه دكتور سعد، هل تعد هذه الهجمات بعيدا عن الامم المتحده طبعا شهاده وفاه للامم المتحده والمنظمات الدوليه ومجلس الامن؟ لا، شوف هو الحقيقه امريكا من ايام بوش الابن وهي ومن خلفها طبعا باقي القوى المؤيده زي فرنسا زي انجلترا زي المانيا اللي هو القوى الكبرى، للاسف لم تعد تعير اهتمام كبير للامم المتحده ولا لمجلس الامن، واحنا شفنا مجلس الامن خلال السنوات الماضيه وكانه يدير حرب بارده بين القوى، تسارع القوى. فمساله الوفاه وعدمها، احنا بالفعل في حاجه او العالم، والكلام ده قاله ناس كبار منهم كيسينجر وناس كتير كتبوا في الاستراتيجيات الفتره اللي فاتت، ان العالم في حاجه الى نظام امني اقليمي ودولي مختلف عن اللي موجود النهارده، لان موازين القوى ومعايير القوى ومعايير استخدام القوى اختلف في النهارده الحقيقه. فاحنا في حاجه لن نقول ماتت، لان وجود الامم المتحده ومجلس الامن الى حد ما بيضمن الحقيقه، وعلى الاقل بيتحفظ في الخروقات خاصة اللي حصل. احنا النهاردة تريزا ماي الصبح في مؤتمر الحقيقة ما معناه انها لا تنتظر كثيرا من مجلس الامن ولم تنتظر للصراع اللي بيحصل في مجلس الامن، كل ما يجب ان تراه الدول الكبرى في مصلحتها بتعمله، وده للأسف. لكن الاهم من كده استاذنا على الوجه الاخر، يعني يا فندم قاعده ان القوي الان هو يبرهن سلطته على ارض الواقع بعيدا عن المنظمات الدوليه او حتى القانون الدولي. هو تقريبا احنا رجعنا مره ثانيه الى شريعه الغاب، الاقوى الذي يمتلك الذراع العسكريه والسياسيه الاطول هو يستطيع ان يفرض الحلول التي يراها مش من وجهه نظره، لا من وجهه نظر مصلحته الخاصه. بكل اسف نتمنى الحقيقه بالمناسبه النهارده
يكون في رد مناسب من المؤتمر القمة. ويؤسفني ان انا ابلغك ان من دقائق وزير الخارجية وزارة الخارجية السعودية اعلنت ان هي بتؤيد الضربة بشكل كامل، وده للأمانة مش عارف الحقيقة ده في النهاية هيطلع بيان شكل ايه من المؤتمر القمة. شكرا دكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.